السلام عليكم شيخنا. أنا بحرب نفسية ولا أستطيع النوم بسبب يعني هي تحس بضيق شيخنا بسبب أنها هي غير محجبة وغير ملتزمة بصلاتها. وطول الليل تم ضيق وحرب نفسية في الحقيقة. نصيحتكم لها شيخنا. والله يعني هي عرفت الإجابة يعني من سؤالها عرفت الإجابة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإنسان كلما ابتعد عن الله أكثر كلما اقترب من الشياطين أكثر، وكلما ضاق صدره، وكلما قرب من الله أكثر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنصيحتي لها ولكل مسلم ولنفسي أيضا أن نقترب من الله أكثر، وأن نطيع الله تبارك وتعالى فيما أمرنا، وابتعد عما عنه نهانا وزجرنا سبحانه وتعالى. عند ذلك سيطهر الله قلوبنا وسيطمئنها سبحانه وتعالى ويوفقنا لمحبة الله. فأنا أقول لها ولكل مسلمة ومسلم لنقترب من الله أكثر، لنبتعد عن معصية، لنبتعد عن طاعة الشيطان حتى ننال رضا الله تبارك وتعالى، وبالتالي سترتاح نفوسنا. ولو يعني كنا من أفقر الناس كما قال سعد بن شبرمة، والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجال دون عليها بالسيوف. الله أكبر. نعم.